السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فاطمة. وصفة اليوم كارنتيكا أو الحامي بدون ما نخلو الحمص يبات، وأيضا بدون ما نحمصوه. يعني غادي تحضروها في نفس اليوم، وغادي تحصلوا على كارنتيكا تكون طرية وما فيهاش هذيك الطبقة الصلبة من الأسفل. طريقة جد سهلة وتجي بنينة بزاف، وغادي تشوفوا أيضا كيفاش حضرت الهريسة في ثواني. سنمر مباشرة إلى طريقة التحضير. بسم الله. بالنسبة للهريسة، هنايا استعملت الفلفل الأحمر الحار بابريكا، استعملت فقط ملعقة كبيرة باش نتحصلوا على كمية صغيرة. من بعد غادي نزيدوا له الماء، يكون ساخن، يكون ساخن بزاف باش هذيك الفلفل الأحمر يولي لين، ومن بعد ما يولي لكمش حرش على اللسان. تقعدوا تزيدوا حتى تتحصلوا على القوام نتاع هريسة، ولا شفتوها من بعد نشفت لكم تقدروا أيضا تعاودوا تزيدوا شوية ماء ساخن. من بعد أضفت ملعقة كبيرة تاع الزيت وتخلطوا مليح، من بعد تغطوه وتوضعوه في المبرد وتستعملوه مثل الهريسة، عنده بنة مثل نتاع الهريسة. والآن سنمر إلى طريقة تحضير الكارنتيكا أو الحامي. هنا في الإناء غادي نوضعو أولا 250 غرام حمص مطحون أو دقيق الحمص، يعني غرفية. هذه الغرفية تزن 500 مليلتر نتاع ماء، من تعمروها دقيق حمص يعطيكم 250 غرام. غادي نضيفو الخبز المجفف يكون مطحون 50 غرام أو نصف كوب، الكوب الذي يزن 250 مليلتر نتاع ماء. نضيف ايضا ملعقه صغيره نتاع ملح، غادي نخلطوا شويه. بعد غادي نضيفوا الماء يكون ساخن، يعني كنت وضعته فوق النار راه يغلي، لتر و250 مليلتر نتاع ماء، ما يعادل 5 كوب، الكوب الذي يزن 250 مليلتر ماء. راه ساخن، علاه نوضعوه ساخن؟ باش الحمص يولي طري بسرعه. نضيفوا ونحركوه. نحركوا مليح باش هكاك ما يكونش عندنا كريات. بعد هنا غادي نغطوه ونخلوه حتى يبرد تماما باش نكملوا الوصفه. هنا بعد ما برد الخليط غادي تشوفوا عند كيفاش شرب كامل الماء، يعني راه منفخ مليح. غادي نزيدوا المكونات التاليه. غادي نضيفوا كوب نتاع حليب ما يعادل 250 مليلتر، نضيف حبه بيض، هنايا زيت 40 مليلتر او نصف كوب نتاع الشاي، نضيف ايضا ملعقه صغيره نتاع خميره الحلوى او بيكنج باودر. نخلطوا المكونات بالملعقه اولا، من بعد غادي نميكسو كلش باش هكا نتحصلوا على خليط يكون املس. ونضيف ايضا شويه نتاع كمون. من بعد هنا بواسطه الميكسور غادي نميكسو الخليط جيدا حتى يكون عنده قوام املس، يكون رطب كما غادي تلاحظوا في الصوره على هذا الشكل. وكما راكم تلاحظوا الخليط راه كثيف، لذلك غادي تتحصلوا على كارنتيكا تكون طريه على جميع السمك، يعني ما كانش هناك طبقه صلبه من الاسفل. هنايا البسنيوه القطر نتاعها 28 سنتيمتر، دهنتها بقليل من الزيت وفرغت الخليط نتاعي فيها، وغادي نعدلوها جيدا. من بعد غادي نسخنوا الفرن على درجة الحرارة عالية 200 درجة مئوية ما يعادل 400 درجة فرنهايت. والسنيوة حطيتها في وسط الفرن من هذيك المساحة العلوية ولا عندها لون ذهبي فاتح، رفعت السنيوة إلى أعلى الفرن باش تحمر لي مليح، لكن تقدروا تشعلوا على الجهة العلوية باش تتحمر لكم. ومدة الطهي كانت 20 دقيقة، ما لازمش تكتروا في مدة الطهي، لو كانت تكون مدة الطهي طويلة غادي الكارنتيكا تنشف لكم وتجيكم صلبة. كما راكم تلاحظوا تحمرت على هذا الشكل، وعندها واحد البنه احسن من تاع المحلات، وغادي تجيكم طريه على جميع السمك. وكما تعرفوا الكارنتيكا تستهلك ساخنه. بالنسبه لملاحظه اليوم في الوصفه، استعملت الخبز المجفف يكون مطحون، تقدروا تستعملوا الخبز العادي اللي يكون طري، تستعملوا كميه صغيره. وهذا الكارنتيكا حضرتها في نفس الصباحيه، غير برد هذاك الخليط طيبتها. وهاد الكارنتيكا ايضا تقدروا تطيبوها في بلاطا سيرامي كما راكم تشوفوا في الصوره، يعني يجي مستطيل.
وصلنا إلى نهاية الفيديو نتاع اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. قولكم مع السلامة وإلى الفيديو الجاي إن شاء الله.